عويس في ماتش مهم جدا 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 للبنك الاهلي ومودرن فيوتشر، شايفه ازاي؟ انا شايف زي ما انت بتقول ان بابا فاسيليو خدوا قرار ان هو يكمل، ده قرار صائب يعني. وخلي بالك ميدو بابا فاسيليو اول ما راح البنك الاهلي برده كان ملخبط اول 5 ماتشات، بس كان راح في وسط موسم بس برده خلي بالك هو لسه جايبين لعيبه جديده كتير، فهم عارفين ان الراجل ده منظم والراجل ده هيعمل شغل كويس. لا انا شايف الماتش هيبقى صعب على فيوتشر، وانا شايف ان البنك الاهلي انا مش قلقان عليهم يعني. في فرق انا مش قلقان عليها، في فرق كمان بقى كبيره انا قلقان عليها زي المقاولين مثلا. انا قلقان على المقاولين جدا، المقاولين شكلها وحش قوي السنه دي يعني. في فرق انا مش قلقان على الاتحاد، مش قلقان على البنك الاهلي. طب ليه المقاولين يعني؟ المقاولين بنفس اللعيبه تقريبا خسروا بس خمس لعيبه يا ميدو. انا شفت مداخله الكابتن معتمد جمال بيتكلم ان هم خسروا 5 لعيبه السنين. انت بتتكلم في محمد سمير كان موجود؟ لا، محمد سمير كان من السنه قبلها. بتتكلم عمر فايد لويس نستروزا وعمر فايد، وكان في فيرود اجنبي برضو بيلعب، وسافيولا مصاب، قطه اللي راح زد وسافيولا مصاب، وكان عندهم اصابات كتيره. فاروقه لسه راجع الماتش اللي فات، فعندهم اصابات كتيره مع اللعيبه الجديده اللي دخلت، مش لسه ما انسجمتش، فعندهم لسه مشاكل كتيره. انا المقاولين خاضدني بصراحه، ان انا كابتن شوقي غريب، انا بالنسبه لي من احسن مدربين في الدوري المصري، بس بيلعبوا ماتشات شكله يعني ماتش زي ما ينفعش تبقى كسبان 2. طبعا مع احترامي بقى هنتكلم في التحكيم، البنالتي مش بنالتي مش دي قصتنا، لكن انت كسبان 2-0 راح رادين رد هشام، بالنسبه لي مش مفهومه خالص. انت عارف المقاولين وكابتن شوقي حظهم وحش جدا ماتش زد، ان محمد سالم اتعور. كان بادئ كويس قوي. لا، وكان ده الكوره اللي قبل ما يتعور كان جار مارادونا. ايه؟ كان مارادونا كويس قوي. الوقت اللحظه اللي خرج فيها محمد سالم من الملعب عمل كده. طبعا في عشان عمرو مرعي مختلف، لعيب مختلف. محمد سالم بيجري في ظهر الناس وكده، عمرو مرعي مش عندوش حاجه. دي اللي هو عاوز بيتكلم عليها، ان في لعيبه في انديه معينه، اللعيب بيفرق. يعني انت مثلا فيوتشر، لما تيجي تقول لي مثلا فيوتشر وبيراميدز مثلا، هل بيراميدز يستحق سنه بسيطه لان هو الاستحواذ بتاع، لكن كان ايه مشكله فيوتشر؟ ان فرقه فيوتشر دي كلها بعد ما انت مشيت مرعي على سعد سمير على بوب على لعيبه كتيره جدا، فرقه فيوتشر قايمه على 3 عناصر: ناصر ماهر، احمد رفعت، احمد عاطف. بس معاه مدرب كويس قوي على فكره. طبعا خلي بالك، وهقول لك على المدرب ده. منظم قوي. طبعا مدرب فيوتشر منظم. مورينيو ده خلي بالك يا وسام، انت عارف ده كان مين؟ كان سكاوتنج مع مورينيو في بورتو وريال مدريد. وكان مساعد من الكرو، كان مساعد في الكرو في توتنهام ومانشستر. تمام، مش بقول لك رقم 2 بس، كان جوه الكرو. لكن النقطه عنده خبرات كبيره قصدك اتعلم يعني. طبعًا. طبعًا. لكن فكره فيوتشر اتضربوا جامد في مباراه بيراميدز، ان احمد رفعت كان غايب، واحمد عاطف كان غايب، وناصر ماهر اول شوط تاني اتصاب، فخلاص الفرقه كلها كان عندها مشكله في الخروج بالكوره.